احمي نفسك وأفراد أسرتك من أعراض ونزلات البرد، ارفع مناعتك علشان تحمي نفسك وأفراد أسرتك من كورونا. علاج فعال وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، هنعالج نزلات البرد وهنعمل لنفسنا حصة شهرية للوقاية خلال فصل الشتاء، 3 مرات بس في الشهر للوقاية و3 أيام أثناء فترة الإصابة بنزلات البرد. وصفة فعالة جدا وتقريبا كل الناس تعرفها ولكن فايتة عن دماغهم، ولما تعرف مكوناتها وطريقتها هتستغرب ان الحاجة دي قدام عينينا ومنستخدمهاش، ولان زكاة العلم تبليغه فبقول لك اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن والناس تستفيد من الوصفة وتكون انت سبب في فايدتهم، وعشان كمان الفيديوهات توصلك على الصفحة الرئيسية اعمل اشتراك في القناة بدون ما تبحث عننا، ولما تفعل زر الجرس هيجيلك تنبيه بكل فيديو وكل وصفة تنزل على قناتنا. أما بالنسبة لوصفتنا النهاردة فهي عبارة عن الكركم والليمون والعسل وشوية مية سخنة، هنجيب كوباية ونحط عليها معلقة كركم طعام. في نوعين من الكركم بيكونوا عند العطار، كركم طعام وكركم للجسم. بنختار كركم الطعام وبناخد منه معلقة نحطها في كوباية ونضيف عليها أو كوباية مية سخنة أو مية مغلية، وبعد كده بنضيف معلقة عسل ونعصر عليها ليمونة كبيرة أو ليمونتين متوسطتين الحجم، ونشرب منها لمدة 3 أيام كل شهر علشان نعمل لنفسنا وقاية ومناعة قوية من نزلات البرد والفيروسات المنتشرة في الجو. أما بالنسبة لو أنت مصاب فاشرب الوصفة دي لمدة 3 أيام متتالية، يفضل قبل النوم، ولو عرفت تشرب 2 كوباية في اليوم يكون أفضل. مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة، ليمون وكركم وعسل وشوية مية سخنة وبالهنا والشفا. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ووصفة النهاردة، ما تنساش الاشتراك الجميل واللايك، وأشوفكم الفيديو الجاي في صحة كلينك.